قد تقودنا الدروب بعيدا وقد نتأخر، لكننا في النهاية نعود إلى البيت. يداها قاربان وضفاف هي الذاكرة. أمي، هكذا أتحسس دفئها حين تمرر أصابعها فوق إخفاءتي. عندها يخفت الخوف، فلا ثمة وحش خرافي يختبئ داخل الخزانة، ولا جنية تتسلل من أسفل الباب. ليست مصادفة أن تكون أمي أول من علمني أن البيت مصباحي في العتمة. أقف مندهشا أمام عمق معناه، فأسحب ظلي مختبئا كالطير تحت أصابعها ثانية، فتبتسم وتربت كتفي، وصوتها بيت آخر. يا ولدي، بيتنا أكبر من أن تحتويه طفولتك أو شبابك أو حتى شيخوختك. كلما حفظته في قلبك حفظك في قلبه، وكلما حميته حماك. أنت ابن طينه، والطين لا يحترق أبدا ولا يتلاشى. ثم تمد يدها إلى الحائط، تأمل ما أجمله. يا لتعاسة من يسعى لخدش جماله. وها كبرت، وظل صدى حكمتها يزدحم داخلي، ولم يبدد هذا الزحام المضني غير سؤالي لها: ما البيت يا أمّاه؟ نشرت يديها كرايتين عاليتين فوقي، كأنما تريد أن تحتوي بهما شيئا أكبر من أن تحتويه اليدان. إنه الوطن يا ولدي. ببساطة فهمتها وتبينتها وجعلتها لي حكمة. أجمل ما في بيتي أنه وطني، وأجمل ما في وطني أنه بيتي. قال الرسول الكريم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كل بيت هوية، وكل هوية انتماء، وكل انتماء تلاحم وارتباط بالوطن. وحين نتخلى عن بيوتنا ونجعل ولاءنا لغيرها، فإننا ببساطة نفقد البيت الأول والأخير، نفقد أمانة الله فينا، نفقد مرتع الطفولة والصبا ومهبط الندى والغمام. لقد بلغنا 41، وبلغت عقولنا حكمتها، فلن تخدعها غواية الشياطين الذين بيوتهم أوهى من بيت العنكبوت. أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى.